مساء الخير، تحية عطرة مداخلة بعنوان فلسفة سياسية جديدة في الثقافة الأنجلو ساكسونية. مقدمة تجلت الأدبيات مقدمة بإيجاز في يعني هذا المبحث تفنيدا يبدو لي حاسما في تحيزين واسعي الانتشار. الأول الذي غالبا ما يتم استدعاده في القارة لتبرير الجهل القارة الأوروبية لتبرير الجهل أو الإزدراء للفلسفة الأنجلو ساكسونية، يؤكد أن هذه الأخيرة تنحني بشكل لا نهائي حول مشاكل المعنى والإدراك والاستقراء والتجربة يعني والذرية وتحليل المنطقي القضايا فقط والتفاهات الأخرى، ولا تجد شيئا تقوله بشأن الأسئلة الفلسفية الأكثر احتراقا الأكثر إلحاحا تلك المتعلقة بالسياسة والمجتمع. هذا يعني الحكم المسبق الأول. الحكم المسبق الثاني يعني الذي قوضته الأدبيات التي ستتم مناقشتها في هذه المداخلة أن المناقشات السياسية لا يمكن أن تكون إلا تصادمات لشعارات سياسية ملفوفة في الخطاب، وبالتالي لما كان للفلسفة السياسية حقيقية للحجة العقلانية حول طبيعة المجتمع الجيد، ومع ذلك فإن إمكانية تشويه سمعة هذين الحكمين المسبقين دون مغفرة أمرا حديث نسبيا. لرؤيتها تولد كان علينا الانتظار حتى بداية العقد الماضي يعني ربما القرن الواحد والعشرين العقد الأول من القرن الواحد والعشرين عندما غزت الفلسفة السياسية التي كانت تعتبر لوقت طويل علاقة ضعيفة للفلسفة الأنجلو ساكسونية صدرت المشهد فجأة. كان الحدث الذي لعب دورا مفجرا في هذه العملية هو نشر كتاب نظرية العدالة في الولايات المتحدة في عام 1971، وهو أول كتاب بقلم جون راوس أستاذ بجامعة هارفارد. على الرغم من أن هذا الكتاب طويل وجاف إلا أنه سرعان ما أصبح كما يقال الأطروحة الفلسفية الأكثر قراءة على نطاق واسع في اللغة الإنجليزية في القرن العشرين، على الأقل في الربع الأخير من القرن العشرين، نتيج فترة طويلة من الحمل حيث أتيحت الفرصة العديد من الفلاسفة والاقتصاديين لانتقاد عدة نسخ متتالية. قد أدى الكتاب منذ نشره إلى وفر من المقالات وحتى في السنة والردود والنقاشات حتى في السنوات القليلة التي تلت ذلك. العديد من الكتب المكرسة بالكامل ناقشها نقدية للأفكار الواردة فيه. ضمن هذا الأدب الراولزي نسبة إلى جون راولز أنتجت بعض النصوص في الفلسفة السياسية في النسخ في الثقافة الأنجلو ساكسونية مثل كتاب روبرت نازيك الفوضى والدولة واليوتوبيا، وهو فيلسوف آخر من جامعة هارفارد. ربما أنتج خط سياسي ثاني أو أدبا ثانويا وهاما من خلال كل هذه الفقاعات يعني الفقاعات التي تطورت تدريجيا في العالم الأنجلو ساكسوني. تم إحياء قوي للاهتمام بالفلسفة السياسية والاجتماعية، وخلاله أيضا تم تضخيم الجهود لمناقشة الموضوعات المركزية للفلسفة السياسية بعقلانية وصرامة مثل العدالة والحرية وحدود السلطة وتلك الخاصة بالسوق وحقوق الإنسان والسعي لتحقيق المساواة ومقاومة الاستغلال. إن الغرض ربما من هذه المداخلة هو ليس تقديم الأفكار المركزية لجون راوس ومؤلفين آخرين مثل نوزيك وغيره الذين ساهموا في تطوير الفلسفة السياسية الأنجلوساكسونية على مدى السنوات العشر الماضية بشكل منهجي، وحتى أقل من ذلك لتقديم نظرة عامة، وإنما تقديم مناقشة نقدية أن تحقيق هذا الهدف حتى لو بطريقة جزئية للغاية على وجه التحديد هو هدف ربما يعني يتطلب الكثير من المداخلات. ربما يمكن أن يكون سؤال هنا مجرد ذكر النصوص المرجعية وبسرعة فيما يتعلق علاقتها بعضها ببعض. ربما سيتم تقديم خمس عناصر، ربما هي هذه العناصر: أولا ما قبل راوس في يعني التناول الأنجلو ساكسوني الأرثوذكسي في مسائل الفلسفة السياسية، ثم راوس والأدب السياسي المكرس له لجانب مختلف جوانب مختلفة من الفلسفة السياسية الأنجلو ساكسونية الحديث. ثالثا ما وجد على يمين جون راوس، ورابعا على يسار جون راوس، وأخيرا بعض الكتب التي تقدم بعض التاريخين تقع على حدود الفلسفة والعلوم الإنسانية. ربما كتمهيد لهذا الاستطلاع هناك دليل تمهيدي حديث يقدم نظرة عامة على جوانب مركزية للأدبيات المعنية، خاصة في عند فيليب بيتيت مقدمة في الفلسفة السياسية المعاصرة. وأيضا ربما هناك تطرق للحياة الاجتماعية والأسئلة السياسية.
في مناقشة موجزة ومفيدة للغاية لدور ومنهج الفلسفة السياسية في العالم الأنجلو ساكسوني. وكما يوجد هناك دفاع عن افتراض مشترك بين جميع النظريات التي تمت يعني مناقشة هذا النص، وهناك افتراض يصفه بيتيت بأنه فردي والذي يتمثل في الاعتقاد بأن المؤسسات الاجتماعية قابلة للتحسن وتهدف إلى خدمة مصالح الأفراد الذين يشكلون المجتمع. ربما سنقسم يعني عناصر هذه المداخلة إلى تتعلق إلى مسألة النفعية، ثم التعقدية، وبعد ذلك الليبرالية الجديدة، ثم الماركسية التحليلية، وفي الأخير البعد التاريخي. نبدأ بالنفعية. منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى هذا العقد الأخير يعني من القرن الواحد والعشرين كانت النفعية بلا شك أي تقريبا النظرية القائلة بأن الخير الأخلاقي والسياسي يتألف من تعظيم رفاه الأفراد، والذي كان بمثابة القطب المركزي للفلسفة الأنجلو ساكسونية السياسية. اعتقدت تم انتقادها باستمرار وتم تحديها، ودافعت وشكلت نقطة مرجعية أساسية لأي موقف يتم اتخاذه في هذا المجال. في تقليد علماء الأخلاق الإنجليز في القرن الثامن عشر، وخاصة شاف تيسبري وهيتشستون، يعد كتاب ديفيد هيوم مقال عن الطبيعة البشرية الذي كتبه سنة 1739 أول عمل فلسفي مهم يتم الدفاع فيه عن بشكل شديد ودقيق عن النفعية، ولكن مع أعمال جون ستيوارت ميل حول الحرية 1859 والنفعية 1861، والذي كان هو نفسه تحت تأثير الفيلسوف المصلح الاجتماعي جيرمي بنتام، بدأ الدفاع عن النفعية ونشرها. اليوم وأخيرا يرد العرض الكلاسيكي الأكثر صرامة ومنهجية للنفعية في كتاب أوري سيدويك وطرق الأخلاق 1874 ومبادئ الاقتصاد السياسي 1883 وعناصر السياسة 1891، ولا يزال عمل هؤلاء المؤلفين جزءا نشطا من التقليد الأنجلو ساكسوني، وخاصة سواء في مستوى نظرية العدل أو في مستوى الفلسفة وعلاقتها بالإيديولوجيا بالاعتماد على فكر هيوم السياسي، أو في مسألة الحرية عند ستوارت ميل، أو كذلك إيتيقا والفلسفة الأخلاقية عند سيدويك. ثم ربما النفعية ليست فقط عقيدة يتبناها بعض الفلاسفة، ولكنها ربما ستصبح فلسفة أخلاقية تحليلية، سواء في شخص ممثلها الرئيسي ريتشارد هير، أو أنها تشكل تقليدا فلسفيا مع ليونز وهودسون وبايلز وهيرن وغيره وسمارت وبرنار ويليامز وضد ذلك موريس دوب وكل هؤلاء باتانيك وفيشبورن، كلهم تحدثوا عن النفعية باعتبارها البوصلة في الفكر السياسي والإيتيقي. ربما تحدد السلوك الاجتماعي والتفسير يعني العلمي للسلوك البشري. ربما بعد مسألة النفعية تطرح قضية التعاون بين الأفراد والتعاون بين المجموعات، وترفض نفعية ربما مسألة الاعتبارات الكامنة وراء المفاهيم الأخلاقية المتنافسة. ربما هناك نقاش بين النفعية والعواقبية، وهل النفعية هي عواقبية أم ربما بدأ مع أمارتيا سان وبرنار ويليامز الحديث عن ما بعد النفعية، وخاصة مسألة الانتقال إلى قضايا الاختيار والرفاهية والقياس، وبدأ الحديث إلى الانتقال إلى التعقدية. فما المقصود بالتعقدية كمدرسة ثانية بعد النفعية في الفلسفة السياسية في الثقافة الأنجلو ساكسونية؟ طوال القرن التاسع عشر والعشرين كانت النفعية موضع انتقادات كثيرة، ولكن لم يكن حتى نشر جون راولز يعني كتابه نظرية العدالة سنة 1951 حتى وجد نفسه مواجهة نظرية بديلة شاملة تم بناؤها بقوة وتم العمل بها بالتفصيل. قبل وقت طويل من نشر هذا الكتاب كانت أفكار راولز معروفة من خلال عدد من المقالات، وأشهرها العدالة كإنصاف سنة 1958، والعدالة التوزيعية 1967، وكذلك مبدأي العدالة التي تتم صياغتها نظرية العدل حولها كما أشار إلى العديد من الشراح. يمكن فهم العمل بأكمله بأنه مشروع واسع للتطوير الدفاع عن الحدس الأول من أجل الرد على الاعتراضات المختلفة التي تمت إثارتها. بعد ذلك هناك ظهور ردود على نظرية راولز، وباعتبارها مقاربة تعقدية للعدالة وتأسيس المجتمع السياسي.
وخسر من طرف روبير بولف وولف، فهم راوس وإعادة بناء ونقد وطروح نظرية العدالة، وكذلك جيمسي ستير مطالب العدالة، وكذلك نورمان دانييلز قراءة راولز دراسة نقدية حول نظرية العدالة، ثم جين بلوكر وإليزابيث سميث نظرية جون راولز العدالة الاجتماعية، وبعد ذلك يوغين كامينكا وأليس سونتاي تقديم نظرية العدالة ونقدها وشرحها والرد عليها، ثم ماريتسو فيريرا وبيرو غاستالجو وخاصة كتابهم حول أسباب العدل أو أسباب العدالة. بعد ذلك ربما أوتفيرد هوف نظرية العدالة لجون راوس. كل هذه المناقشات لهذا التصور التعاقدي للسياسة، وربما هناك ردود ومناقشة للمسألة الإجرائية والدخول، يعني صعوبة التوفيق بين المساواة والكفاءة، ورد على مسألة التخلي عن المساواة. نأتي إلى مسألة في النظرية الثالثة، نظرية الليبرالية الجديدة. من النصوص التي يمكن وضعها في أعقاب راوس هناك نص أن يبرزان لأهمية تأثيرهما على المناقشة الحال، وبالمقارنة مع راوس بأنهم يشتركان في جعل ابتعاد عن نفعية ابتعادا راديكاليا من خلال منح مكانة أساسية لمفهوم الحق الطبيعي للفرد. نتيجة لذلك وإن كان بطرق مختلفة تماما كلاهما مرتبطان بشكل من أشكال الليبرالية الجديدة. بالإضافة إلى مقال ماير يوجد أيضا نص لرومان بودون تأثيرات الانحرافات والفلسفة الاجتماعية، وهو يرد فيه على نظرية راوس، والذي يركز أيضا على الآثار الاقتصادية للنظرية، بالإضافة إلى مقال جدلي بقلم كاربيس كورتيان فلسفة أولى للإنسان الأخير. وكذلك هناك أهم مناظر هو رونان دوركين أخذ الحقوق على محمل الجد في هذه المجموعة من المقالات التي نشرها دوركين بين 1966 و 1976. رونالد دوركين الذي كان أستاذا في جامعة هارفارد قبل أن يعني ربما يقدم ويدافع عن نظرية القانون الليبرالية أو نظرية الحق الليبرالي، تتكون نظريته السائدة التي يعارضها دوركين وينسبها لبنتام من عنصرين مترابطين، أحدهم مفهومي والآخر معياري. الأول هو الوضعية القانونية التي ترى أن مع كيلسون التي ترى أن حقيقة القضايا القانونية تتلخص في حقائق حول قواعد معتمدة داخل مؤسسات اجتماعية محددة، والثاني هو النفعية التي ترى أن القانون مؤسساته يجب أن يخدم الرفاه الاجتماعي. على عكس الانتقادات الموجهة عادة إلى هذه النظرية سواء من اليمين أو من اليسار، يوبخها دوركين لكونها فردية للغاية، ولكن العكس من ذلك تماما لأنها ليست فردية بما فيه الكفاية، بهذا المعنى أنه لا يترك مجالا لمفهوم الحق الفردي الموجود قبل القانون الوضعي يفرض نفسه على المشرع. ربما يدافع دوركين ضد الاعتراضات المختلفة، تجر الإشارة إلى أن الحق الأساسي بالنسبة له حق المساواة الذي ينبثق من الحق في الحرية نفسها. أن الليبرالية التي يدعيها دوركين لا تضع دون تحفظات كثيرة في لا تضعه بسهولة في عشيرة الليبراليين الجدد، وخاصة مقاله ما هي المساواة وفي الفلسفة والشؤون العامة. بعد دوركين نأتي إلى روبرت نوزك فوضى والدولة واليوتوبي. إن عاد راولز إلى كانت فإن نوزك يدعونا إلى العودة إلى لوك، هو مدرس أيضا أستاذ في هارفارد مع زميل راولز، بليغ مثل راولز ومجتهد ومؤلف الكثير من الكتب المنهجية، وبارع في إدارة أكثر القضايا تنوعا مثل الاشتراكية الديمقراطية والماركسية والأرثوذكسية المحافظة والتوجهات غير المتوقعة، هي بنفس الصعوبة التي يتناولها. العثور على إجابة يرى أنه من الصعب بعدم البحث عن واحد من الحلول بمعزل عن المشاكل إثارة المشاكل الأخرى. يحاول نوسيك الإجابة على السؤال الذي يطرحه باعتباره سؤال مركزي للفلسفة السياسية، لماذا هناك حاجة إلى دولة بدل من فوضى ضد مؤيد الأناركية؟ يقدم حجة قوية على الرغم من حشوة في الكثير من الأحيان بانحرافات مفيدة للغاية لصالح الحد الأدنى من الدولة أو دولة الحد الأدنى، مما يضمن احترام القانون والدفاع الوطني وتوفير الأمن. الجزء الثاني يتضمن نقاش نقدي طويل لراوس نشره قبل ذلك في مجلة الفلسفة والشؤون العامة سنة 1973، وهاجم راولز وهاجم مقولات مختلفة من مؤيدين دولة أكثر تطورا ودافع عن موقف الذي بموجبه تكون حالة الحد الأدنى فقط هي الشرعية.
في الجزء الثالث يحاول إظهار أن هذا الموقف التحرر من المرجح أن يثير المزيد من الحماس مما يبدو للوهلة الأولى بقدر ما يعد اكتشاف تقليد الفكر اليوتوبي. إذا كان يجب تصنيف فلسفة نوزيك السياسية وفق للتمييز المعتاد على أنها يمينية فهي لا تتعلق باليمين التقليدي، وتجدر الإشارة لأن نوزيك قد نشر مؤخرا كتابا ثانيا تفسيرات الفلسفية سنة 1981 والذي يشهد على نفس الحيوية والبراعة مثل الكتاب الأول، ولكنه يمص الفلسفة بشكل هامشي الفلسفة السياسية بشكل هامشي. ربما أثار هو الآخر نوزيك العديد من الردود، أهمها جيفري بول مقالات عن الفوضى والدولة واليوتوبيا، وديريك فيليبس مساواة والعدالة والتصحيح استكشاف في علم الاجتماع المعياري، وكذلك جون لوكاس في العدالة يرد في على يعني نوزيك، وأنطونيو فلو سياسة القسائم تناقضات المساواة القسرية، وكذلك يعني العديد من مثل يعني ريدينغ في إنجلترا، وهناك ردود كثيرة على نوزيك. يعني بعد يعني الليبراليجية بالتأكيد لا يمكن اختزالها في حركة روبرت نوزيك أو دوركي، لا شك أنه يمكن بالفعل عثور عدد معين من الموضوعات النماذجية في الفلسفة السياسية لكارل بوبر، من ناحية أخرى لم تتم صياغة هذه الموضوعات بطريقة جذرية بما يكفي لتكون غير متوافقة مع الديمقراطية الاجتماعية. ومن ناحية أخرى فإن فلسفة بوبر السياسية تحظى بتقدير منخفض للغاية من قبل الفلاسفة الأنجلو ساكسونيين، بحيث يكون لها تأثير كبير عليهم. بعد بوبر وقبل نوزيك لازال المرء يجد الدفاعات الفلسفية الليبرالية التحررية على سبيل المثال في كتب جون هوزبرز وديفيد فريدمان، لكن التحررية وجدت الدعم الأقوى من جانب الاقتصاديين في مدرسة النمساوية ومدرسة شيكاغو بشكل خاص، وأخيرا الاقتصاديون المرتبطون بمعهد فيرجينيا الفنون التطبيقية أو معهد الشؤون الاقتصادية في لندن. من بين المؤلفين الأكثر أهمية الفيلسوف حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد فريدريك هايك مولود 1899، وكذلك ربما فريدمان، يعني هناك تقارب بين بعد هؤلاء. نأتي إلى الماركسية التحليلية في الآونة الأخيرة واستجابة للحيوية الفكرية الجديدة للاعتذارات الرأسمالية، شهد العالم الأنجلو ساكسوني نمو وتطور طيار فكري يساري جديد أطلق على نفسه ماركسية تحليلية. لطالما سيت الاقتناع بأنه لا توجد فلسفة ماركسية أصيلة في العالم الأنجلو ساكسوني، كل من كان يمكن العثور عليه كان خبراء ممتازين لماركس مثل أكتون بلا ميناتس أو برلين، لكن عموما كان لديه موقف نقدي للغاية تجاه الماركسية. ومن ناحية أخرى في الآونة الأخيرة تم إعادة صياغة نظرية الماركسية الألتوسيرية، ومع ذلك قد تم تعديل هذا الوضع مؤخرا بظهور عدد متزايد من النصوص التي تحاول الجمع بين التقاليد الماركسية واللجوء إلى الأساليب الموازية للفلسفة التحليلية. من بين النص الأكثر لفت التفاتا للانتباه هو بلا شك نظرية كارل ماركس للتاريخ بقلم كوهين، هذا كندي تلقى تعليمه في أكسفورد لكنه درس الفلسفة في لندن، والتي يعتبر كثيرون يعني أهم كتاب ربما أهم عمل تم تكريسه لماركس على الإطلاق في التقليد الأنجلو ساكسوني. لكي يجوز أي سؤال للفلسفة السياسية، يعني إلى أن قام النرويجي جون إلستر الذي تتشابه كتاباته مع كتابات كوهين حتى ظهرت اختلافات مهمة في عدة نقاط مركزية، وتتناول الفلسفة السياسية بشكل مباشر وتتماشى مع الحركة المنحدرة من كتابات ماركس والتيار الماركسي، ولكن وفق أسلوب تحليلي خاصة عند ميلتون فيسك أخلاق والمجتمع تفسير ماركسي للقيمة، وكذلك مارشال كوهين وتوماس ناجيل وتوماس سكانلون وفي كتابهم ماركس والعدالة والتاريخ، وكذلك كيث جراهام الفلسفة السياسية المعاصرة دراسات الراديكالية، وكذلك آلين بوكانان ماركس والعدالة النقد الراديكالي الليبرالية، وكذلك كتاب ربما يعني السياسة والمجتمع عند المخصص لنظرية رومر الذي ظهر العين سنة 1982. هذا بالنسبة للماركسية التحليلية. الآن البعد التاريخي وهي النظرية الأخيرة في الفلسفة السياسية الجديدة في الثقافة الأنجلو ساكسونية، إلى جانب ما يفصل بينها تتشترك النفعية والتعقدية والليبرتارية حتى الماركسية التحليلية في هذه القواس المشتركة التي تسعى لتعريف العدالة أو الصالح السياسي باستخدام السياق التاريخي، تعظيم الرفاه الجماعي والمبدئين العدالة كإنصاف واحترام الحقوق الطبيعية للفرد وإلغاء الاستغلال، وهذا مهمة الماركسية التحليلية.
هذا الافتراض المسبق المشترك هو هدف الهجوم الامام في نظريه البعد التاريخي، وخاصه مع ديفيد ميلر العداله الاجتماعيه. يعني يبدا ميلر منهجيه تؤكد على الطابع المتغير التاريخي لاستخدام المفاهيم التي تسعى الفلسفه التحليليه جاهده الى تحليلها. هناك ثلاث مبادئ خاصة تتعارض بشكل عام مع بعضها البعض، لكل حسب حقوقه، لكل حسب مزاياه، ولكل حسب حاجته. ينتقد بشدة المحاولات النفعية والتعقدية لدمج هذه المبادئ الثلاث، ثم ينتقل بعد ذلك إلى تحليل متعمق للمفاهيم الأساسية الثلاث وهي الحق والجدارة والحاجة. في الجزء الثاني يوضح كل من مبادئ العدالة الثلاث من خلال فحص الفلسفة السياسية وفي كل حالة، ويسعى لإظهار كيف أن مبدأ العدالة المعتمد يعتمد على مثال اجتماعي معين، المجتمع الهرمي مع هيوم، والمجتمع الصناعي مع سبنسر، والمجتمع الشيوعي مع كروبوتكين. أخيرا يقدم الجزء الثالث بعد اجتماعي من خلال سعي إلى شرح الاختلافات في الدور الذي يلعبه والشكل الذي يتخذه مفهوم العدالة وفقا لنوع المجتمع الأول الهرمي والسوقي والمنظم الرأسمالي الذي يتم استخدامه فيه. في الخاتمة هناك إمكانية التوفيق بين النسبية التي يقود إلى هذا المنظور التاريخي الاجتماعي مع صياغة وصفات من قبل الفيلسوف السياسي، وتنتهي بملاحظة تؤكد على يعني أهمية الآثار الفلسفية في النظر إلى المسألة السياسية من زاوية تاريخية. إذن البعد التاريخي نجده عند رونسيمان حرمان النسبة العدالة الاجتماعية، وخاصة دراسة المواقف من عدم المساواة الاجتماعية، وكذلك برانجنتون مور ظلم أسس الاجتماعية للطاعة والتمرد، ثم أيضا ربما الاعتبارات العامة حول الثورة يعني والنازية. هذا الكتاب ظهر بين يعني ظهر بين 1966، وهو يعني الأصول الاجتماعية للديكتاتورية والديمقراطية في علم الاجتماع التاريخي. لا أتي إلى الخاتمة، سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن مقولات التي كانت بمثابة إطار للمناقشة تستنفذ ما يجب أن تقدمه الفلسفة السياسية الأنجلوساكسونية المعاصرة، أو حتى أفضل ما يمكن أن تقدمه. الشهادة على ذلك الأعمال المنشورة في الولايات المتحدة منذ عام 1980، خاصة مع جويل فينغنبر الحقوق والعدالة وحدود الحرية، ومقالات في الفلسفة الاجتماعية فيما يتعلق بالفلسفة السياسية. فإن المقالات الأربع عشر المنشورة بين 1966 و 1978 التي تم جمعها مستقلة نسبيا عن الأدبيات المقدمة، وإذا استثنينا على الأقل سردا موجزا لكتاب راولز الواجب في العالم غير المثالي، في الأساس هناك محاولة تقديم حجة فلسفية للموقف الليبرالي وليس بالمعنى السياسي وليس بالمعنى الاقتصادي. يقود هذا الجهد إلى تحليل مفهوم الحق وتوضيحه، بالإضافة إلى فحص عدد معين من النقاط الحساسة مثل الحق في إلحاق الأذى بالنفس بشكل أبوة والقتل الرحيم إيتانازي أو الإضرار بحياة الأفراد الذين لم يولدوا بعد مشكلة الإجهاض أو معاملة غير البشر مشكلة حقوق الحيوان والنبات. كان كل هذه النقاط موضوع نقاش طويل من بين الفلاسفة الأنجلوساكسونيين، وتعد مقالات فاينبرغ التي تمت إعادة إنتاج بعض منها بشكل متكرر والتعليق عليها من أهم المساهمات في هذا النقاش، وخاصة مع ويليام غالستون العدل وخير الإنسان. إذا كان طموح راولز هو استبدال فإذا كان طموح راولز هو استبدال الأرثوذكسية النفعية القديمة بنظرية كانت بنظرية العدالة كانتية، فإن غالستون هو استبدال طموحه هو استبدال الأرثوذكسية التعاقدية الجديدة بالنظرية للعدالة أرسطية. ربما هناك تقديم لمحة عامة عن نظرية الفلسفة السياسية الجديدة في الثقافة الأنجلوساكسونية، خاصة الأسس النظرية واشتغال على مفهوم الخير للفرد وما له قيمة بالنسبة له، ومن ناحية أخرى تصور مجال العدالة على أنه يتكون من جميع مشاكل توزيع ما له قيمة للأفراد. على هذه الأسس هناك تقديم لنظرية تتكون مبدأ شكلي ومبدأ يعني أرسطي للعدالة يتناسب مع الحقوق والمطالبات، مبدئين ماديين يحددان الحاجة والجدارة باعتبارهما سببين شرعيين الوحيدين لهذه الحقوق. أخيرا يبحث في نتائج النظرية فيما يتعلق بتوزيع الخيرات الاقتصادية وفرص التنمية وخيرات سياسية وشرف ومجالات ضرورية من أجل أن يعم من أجل أن يكون العدالة موزعة بشكل منصف على جميع الدوائر، على الرغم من الجهود التي تم بذلها ضمن الإطار المرجعي المعتاد من خلال استدعاء أرسطو وأيضا سارتر وهابرماس. من الواضح أن عمل غالستون
الذي جاء في أعقاب راولز من خلال نوع من الأدب الذي يصنعه، نوع الحجة يقدمه، نوع الاعتراض الذي يراه. ولكن هو الأول منذ نوزيك بشكل أكثر منهجية منه يسعى إلى توفير بديل شامل للنظرية التعقدية. مع هذا العنوان لم يغلق الباب بالتأكيد في الفلسفة السياسية الجديدة في الثقافة الأنجلو ساكسونية. هناك انفتاح، هناك تطور، خاصة بين وخاصة هناك يعني تجاوز للحدود بين سياسات الفلسفة من ناحية والفلسفة الأخلاقية والفلسفة الاجتماعية وتاريخ الفلسفة والعلوم السياسية من ناحية أخرى. مع ذلك هناك أمل أن يحقق تقدم كبير في الفلسفة الأنجلو ساكسونية لكي تتعامل مع المسائل السياسية والاجتماعية بأكثر مرونة وأكثر إبداعية. وآمل أيضا أن هناك تعمق في دراسة هذه الفلسفة لما لها من تأثير كبير على مقترحات وحلول للمشاكل التي تطرحها العولمة المتوحشة والتي تم تصديرها إلى المجتمعات الأخرى. شكرا جزيلا على حسن الانتباه. أرجو أن تكون هذه المداخلة حول الفلسفة السياسية الجديدة في الثقافة الأنجلو ساكسونية قد أرضتكم. إلى اللقاء.